أهلكم بيومنا التاني من هالملتقى. حبيت قبل ما نبتدي التقديم للمحاور تبعيت هذا النهار بس خبركم مثل ما قلنا امبارح طلبنا منكم تعطونا ملاحظات عن النهار ونحن قلنا لكم وعدنا انه نحن بنطلع عليهم باخر النهار. كان اللي عندنا ملاحظتين، واحدة منهم لها علاقة بكيف قاعدين لأنه بتصور كان في طاولات قاعدين يمكن بعيد شوي بالنسبة للباقيين وطاولات قريبة ما كان عليها حدا، بقى غيرنا شوي لنظبط هيدا الوضع عملنا جهدنا بس طبعا عم نشتغل بالمستطاع بحكم طبيعة هالقاعة مع الأعداد العدد اللي هلا موجود معنا اليوم. عملنا جهدنا على الموضوع. النقطة الثانية اللي أثيرت هي موضوع البرامج الترفيهية ضمن استعمل تعبير المؤتمر، سو هيدا خلانا نحن كفريق عمل ننتبه إنه يمكن لازم نكون مثل ما كل شيء بتمام، نحن عادة بنخبركم مصوغات قراراتنا، تصميم جلساتنا، يمكن لازم نعمل وقفة سريعة لنحكي كمان عن كيف نحن بنفكر بهالملتقى. نحن وعم نحضر له ونحط البرنامج تبعيته. سو كمان مثل ما امبارح انا قلت لكم نحن عن قصد بنسميه ملتقى مش مؤتمر لانه في معتبرين انه عم نكسر بارادايم مثل ما كثير اشياء بتمام. انطباعنا بانه الفكر السائد عن المؤتمرات بانه هي فرصه للمشاركين للترفيه عن النفس ويمكن الاستفاده المهنيه ولكن التفاعل الاجتماعي اكثر والنزهه. نحن بالنسبه لنا الملتقى ليس هذا هدفه، نحن بنعتبره جزء لا يتجزا من عمليه الاعداد والتدريب. وقتها بنحكي عن تصميم العمل التدريبي عندنا بنذكر هالملتقيات كمجال لتقدم هذا العمل، بنعتبره جلسة عمل مكثفة طويلة مثل ما كثير منكم بمؤسساتكم بآخر العام الدراسي بتعملوا ريتريت بتعدوا فيها بتعيدوا النظر بتخططوا للعام القادم. نحن هيك بنعتبر هيدا الملتقى. ومثل ما بتعرفوا كلكم انه هيدا الملتقى اخذ جهد كثير كبير لاعداد واستثمار بالوقت، مش عم بحكي عن الفريق المنظم، عم بحكي استثمار بالوقت منكم. كل مدرسة لتقدر تبعت هالعدد يجي يشارك معنا استدعى اذونات، استدعى اعادة ترتيبات لمين بده يغطي عنهم الوقت اللي هم عم يجوا يصرفوه هون. بقى الاستثمار كثير عالي ونحن بنحس بمسؤولية كثير كبيرة لأنه هالوقت اللي تكونوا عم تقضوه معنا هو وقت تطور مهني إن شاء الله يكون بالنوعية اللي أنتم بتتوقعوها. الشغلة الثانية كمان بحب أذكركم إنه نحن على طول بنحكي عن جهاتنا المانحة وعن قديه تفهمها وقديه كرمها وسخاءها معنا، بس أنا بالمقابل بعتبر إنه هيدا بحط على كاهلنا كلياتنا مسؤولية كثير كبيرة إنه نحن نبرهن بإنه نستحق هالثقة وبإنه نحن عم نعمل حساب كل شيء عم التمويل اللي عم يوصلنا عم نستثمره بأفضل طريقة وعم نوظفه لنحسن أدائنا. هيدا نحن هي منطلقاتنا. بقى بتمنى ونحن مفترضين يعني إنه هيدا الشيء بيشاركنا فيه الأغلبية وبنتأمل إنه القادمين الجدد على المشروع معنا كمان هن يصيروا يتعودوا على هالشيء ويتأقلموا عليه معنا وتصير جزء كمان من قناعاتهم. بقى بس حبيت أحكي عن هيدا الموضوع قبل ما نبتدي. النقطة الثانية اللي كمان حبيت ارجع اذكركم فيها وامبارح ما توقفنا عنها لارجع لاخبركم انه نحن الويب سايت تبعيت تمام هيدي السنة اشتغلنا عليها كثير وحسنا فيها كثير وصرنا خطوة كثير قريبة انه حتى تصير باللغة العربية كلها. هلا حاليا هي باللغة الانجليزية ولكن في كثير من التقارير خصوصا التقارير اللي هن من الفرق المدرسية المشاركة
باللغة العربية. يعني نحن هلأ المادة تبعيت الصفحة الإلكترونية تترجم، بنسبقنا شوي بالوقت وما قدرنا حطينا الصفحة العربية. الفيديو الموجود حيكون كمان حنشتغل عليه، يصير في subtitles بالإنجليزي إن شاء الله. بس هلأ اللي موجود فعلاً أكمل إذا بقدر أقول صورة للويب سايت لتمام من وقت ابتدى المشروع. بقى بتمنى عليكم تشوفوها، وطبعاً كالعادة تبعتوا لنا آراءكم واقتراحاتكم للتحسين. نفس الشيء هلأ عم نحط نحن الأبديتس تبعيت المؤتمر على الفيسبوك تبعتنا. بقى كمان إذا بتعملوا شير حتى الفريندز تبعيكم يعملوا يشوفونا، بيكون نحن ممنونينكم. وهيدي طريقة لنعطي شوية فيزيبيليتي لهالجهد والشغل اللي كلياتنا عم نشتغله مع بعض. بقى بس حبيت كمان ارجع اذكركم اعملوا لنا لايكس اذا ما عملتوا لنا، وتطلعوا على هالويب سايت. نهارنا اليوم الثاني محور التعاون المهني. حبيت قبل ما اعطي الكلام لنبتدي بالجلسه الرئيسيه يلي مثل ما شايفين عندكم عنوانها بالبرنامج، انه خبركم عن الربط اللي نحن شفناه بين موضوع الوساطه وبين نحن شو عم نعمل بيه. تمام، نحن بتمام التصميم الاساسي للمشروع يقتضي التشبيك والتعاون بين تربويين ينتمون لهالمجموعات الثلاثه، ممارسين، صانعو قرار بالوزاره، والاكاديميين بالجامعات. من اللحظه الاولى اللي بنبتدي فيها بالانضمام لنشاطات مشروع تمام، بنطلب من هالمجموعات انه هي تتعاون اما فيما بينها مثل ما بيحصل بتشكيل فريق عمل بالمدرسه، ومنطلب منهم كمان يتعاونوا مع بعض وقتا نحن كأعضاء بالجامعة عم نشتغل معهم، كمان نحن عم نجرب نتواصل مع بعضنا، وهذا الشيء من مستلزمات المشروع. امبارح كمان وقتا حطيت الرؤية تبعيت تمام، نحن صرنا عم نستعمل تعبير شبكة نتورك. نحن شبكة مهنية، شبكة مهنية منا قطع منفصلة عن بعضها، قطع متواصلة، قطع متعاونة، أعضاء متفاعلين. ما فينا نكون شبكة إذا ما عملنا هيدا الشيء. بقى هيدا الشيء من موضوع التعاون المهني يلي هو ركيزة من ركائزنا، عمود أساسي بعملنا بتمام، ومشان هيك نحن اخترناه كواحد من المحاور يلي بيرتبط كثير بموضوع تعلم الطالب، يلي امبارح كان عم نحكي عن كيفية قياس تعلم هيدا الطالب. بيرتبط من جهة انه الأجواء اللازمة لنحن نقدر نحقق هالأهداف اللي نحن حابين نحققها لتعلم الطالب لا يمكن أن تتوفر إذا ما صار عندنا مجتمعات مهنية تعلمية بمؤسساتنا. مجتمعات المهنية التعلمية هي النتاج لتعاون مهني ناجح. بقى هيدي من جهة تانية كيف نحن منشوف محورية التعاون. جلسة اليوم ومحور اليوم حيكون مركز مش على التشبيك أو التعاون مع صناع القرار أو مع أعضاء من المدربين أو الجامعات، حيكون تركيزنا على عملية التعاون داخل هذه المجتمعات التعلمية على مستوى المدرسة. هالمهنيين اللي عم يمارسوا عملهم على مستوى المدرسة كيف هن عم يشتغلوا مع بعض، وشو ممكن نساعدهم لنحنا ندعم هيدا الشيء. حبيت بس هون ارجع احط الصورة الشهيرة بس لأرجيكم انه نحن